لكننا صرفنا قبل مارس سنة 2000 2 مليون دولار. حلم وحقيقة مبنية على يقين وعمل. لم يكن لدينا مكتب ولا كرسي ولا طاولة، والآن لنا 40 مكتب في أكثر من 40 دولة في العالم. كان حلمنا أن احنا نساعد يتيم وأرملة، أصبحنا بنساعد الناس بالملايين. كان حلمنا أن نساعد غير المسلمين، فكنا تدخلات في هايتي وفي اسمها ايه هايتي ونيبال والفلبين الى اخره الى اخره، وبعض الدول الافريقيه مسلمين وغير مسلمين. بدانا متطوعين، تطوع شباب عندهم 17 سنه 18 سنه. ده الشاب اللي قاعد معانا، لو عايزين تيجوا تقفوا جنبي عشان اتشرف بيكم تعالوا. متطوعين، بدأنا الشباب زي دول في سنة 1984 1984. حالياً عدد الموظفين في الإغاثة الإسلامية أكثر من 3000 أكثر من 3000 عدد الموظفين، وعدد المتطوعين بالآلاف والآلاف والآلاف الآلاف والآلاف والآلاف. بدأنا في بريطانيا كأول مؤسسة إسلامية إنسانية في أوروبا. أصبح في 84 أصبح الآن بضع مئات من المؤسسات الإنسانية. اطلعوا اطلعوا. يلا يا بنات اطلعوا اطلعوا. لا مش حيقع. تعالوا يا بنات اطلعوا مش حيقع. قولوا بسم الله قولوا بسم الله قولوا بسم الله قولوا بسم الله. بدأنا في بريطانيا، فكان شيء مؤسسات إنسانية في بريطانيا. حاليا في بضع مئات من المؤسسات الإنسانية الإسلامية في أوروبا وأمريكا. هو حلم أصبح حقيقة بيكم أنتم. كان لنا حلم أن نعمل مؤسسات دولية، أصبح الآن لنا شراكات مع المؤسسات الدولية. هذه الأحلام أنتم حققتموها لنا، أنتم حققتموها لنا. بماذا؟ بدعمكم وبدعائكم وباستباركم وبتحدثكم عن الإنجازات التي فعلتموها أنتم. الحلم أصبح حقيقة في 35 سنة. إن أردنا أن نبني مجتمع لا تبنى المجتمعات بين عشية وضحاها، والمصطفى صلى الله عليه وسلم بنى المجتمع في خلال 23 سنة، وسيدنا موسى أنقذ عليه السلام بني إسرائيل بعد ما أصبح نبيا سنين وسنين وسنين وسنين. سيدنا عيسى أنقذ خلاف بني إسرائيل الضالة في بعثته، سيدنا إبراهيم إلى آخره إلى آخره. فبناء المجتمعات بيكم لا يأخذ يوم أو عشية أو ضربة حظ. ما فيش حظ في بناء المجتمعات. البنات اللي واقفين برا جيبوا تعالوا، وانت في واحد هنا مستخبي انا مش شايف ولا شايف ها فين؟ تعالوا يا بنات كده انت شايفاه؟ كان في واحد هنا مستخبي ها فتعالي انت. انا عارفك يا بتاعت الدبلوماسيه انت، تعالي هتطلع وزيره الخارجيه دي. فالحلم بيتحقق في خلال 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة. فعايزين منكم الصبر على البناء. ايه قيمة حياتنا؟ هي بقيمة ما نقدمه للمجتمع، هي قيمة إيماننا، هي قيمة ما نخدم من خلال المجتمع. إن كنا مؤمنين فلا بد أن نخدم، إن كنا مؤمنين لا بد أن يتحول إيماننا إلى عمل في أخلاق وتعاملات وجودة وإنجاز من أجل خدمة الفقراء والمساكين إلى آخره. هذا هو الإيمان. الإيمان مش في المسجد، الإيمان مش في الكنيسة، الإيمان مش في صلاة أو حفظ القرآن فقط. الإيمان في ترجمة
الزيارة المسجد والكنيسة والصلاة والقرآن إلى عمل نستطيع أن نخدم به مجتمعاتنا. الإيمان ما وقر في القلب قلب وصدقه العمل. أجمل تبرعين وصلوا لنا من اثنين هقول لكم ينطبق عليهم جهد خير الصدقة، جهد المقل إلى فقير في السر. كنت في اليمن سنة 95 مدينة اسمها تعز، كنا بنصلي الجمعة، كان في المذبحة بتاع السلبرنيسة كلكم عارفينها اللي بات فيها 8000 أو 9000 أو 11000 في أقل من 3 أيام، ذبح وقتل إلى آخره. وكتبنا قصيدة عن بنت اسمها سعادة اغتصبت فانتحرت. كنا مختلفين على إنها ما تنزل دي أصلها انتحرت فهتخش جنة، قلت ما حدش يقول كده. لا تدري ما هي حالتها النفسية، إنما اغتصبت الفتاة وأخذت بروحها. ففي هذا المكان في تعز بعد صلاة الجمعة آتاني رجل ينطبق عليه رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لا يؤمن لو أقسم على الله لأبره. عادتنا في اليمن إننا نقبل الأيادي ونقبل الرأس، وأنا بقبل رأسه لأن كل رأسه تراب وعرق وكذا وكذا وكذا، وقال لي أنا عندي تبرع ليك. قلت له أهلا جزاكم الله خير. قال لي تقبل 5 ريال يمن يعني أقل من سنتيم أو 2 سنتيم؟ قلت له وأقبل 0.5 ريال يمن وربع ريال يمني و5 ريال يمني. فلما فتح ايده كان ال5 ريالات مهلهلة قديمة بالية، لكنه جهد المقل إلى فقير في سر. تأثر بالأخوات اللائق اغتصبنا فدفع كل ما عنده. قبلها بسنة أو سنتين كنا في بروكلين في نيويورك، كنا بنتكلم عن الجنة، فخرج علينا أمريكي مسلمي جديد، مسلم جديد. أنا عندي تبرع. قلت له أهلا. قال لي هو الكابون بتاع الطعام بتاعي اللي أنا هتعشى بيه النهاردة $3 تقبلوه؟ نعم جزاكم الله خير. هذه التبرعات وهؤلاء الأشخاص هم من يجعلوننا نستمر في العمل ونستمر في الإنجاز بكم. من ملايين إلى 5 ريالات، ومن ملايين إلى هذا الكوبون اللي احنا نتكلم عنه. فلذلك لما نتحدث مع بعضنا لابد أن نحترم الفقير والمريض والجائع والمسكين والأرملة والمحتاج، كل هؤلاء لأن هم هيخشوا الجنة قبلنا 500 عام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بدعائهم ستكتب لنا الجنة وسكون بإذن الله من أهل الجنة. وإن شاء الله استثمرنا اليوم مش في اليمن، استثمرنا في أبنائنا في بناتنا وفي أحفادنا. إن استثمرنا في اليمن استثمرنا في مستقبل هؤلاء، إن استثمرنا في أي مكان في حاجة في المغرب ولا في أفريقيا في النيجر في مالي في تشاد في أفريقيا في كل مكان في العالم استثمرنا في بناء حياة أبنائنا، استثمرنا فيه. حينما نضع المال لا نضعه في يد الإغاثة الإسلامية، إنما نضعه في يد الله سبحانه وتعالى فيربيه لنا قبل أن يصل الفقير والأرملة والمسكين والمحتاج والفقير والنازح إلى آخره. حينما ننظر إلى هذه المنظومة والله يرقبنا بأننا نعطي مال الله سبحانه وتعالى إلى الله في يده، كما كانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها تعطر كل صدقة قبل أن تدفعها للمساكين، لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. وأنتم من بنات وأبناء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه هي المسيرة. لقد انتهينا من أول 35 عام، ستكون الشهر القادم يوم 17 يناير، وعليكم أن تكملوا 35 عام الأخرى من 2019 إلى 2054، والجيل الذي بعدكم يكمل المسيرة الثالثة من 2054 إلى 2089، وهكذا
البناء يستمر، البناء يستمر، البناء يستمر، ولكنه سيستمر بكم وبأبنائكم وأحفادكم وأجيالكم إن شاء الله. فإن أردنا أن نستثمر في أبنائنا هؤلاء، اسمك إيه؟ رائد؟ ريان. ريان، أنت باب من أبواب الجنة، صح؟ إن أردنا أن نستثمر في ريان ومحمد، بسم الله ما شاء الله، هؤلاء الإخوة والأخوات، فين الإخوة؟ مستخبين الإخوة؟ مكسبين ها؟ هذاك من أخواتنا اللي حواليك، ها؟ إن أردنا أن نستثمر في أبنائنا فنستثمر في ذوي الحاجة، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس حينما رأى رجلا يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ قال له لقد سمعت صاحب هذا المقام القبر يقول: لأن تمشي في حاجة أخيك خير لك من أن تعتكف في مسجدي هذا شهر أو شهرين، قضاء حوائج المساكين والفقراء والمنكوبين والمغتصبات والمغتصبين إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالإيمان هو عمل، والإيمان يقين، والإيمان عطاء، والإيمان حب، والإيمان كرم، والإيمان أخلاق، والإيمان سخاء، والإيمان بناء، والإيمان حماية. حولوا الإيمان إلى بناء مجتمعي بإذن الله سبحانه وتعالى. اليمن لن أزيد عليها الآن مع لها المال، لأن اليمن محفوظة برعاية الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يماني، والحكمة يمانية، والفقه يماني، واليمانيين هم أنصار رسول صلى الله عليه وسلم، وهم من نشروا الدعوة الإسلامية من أندونيسيا إلى الأندلس عندهم، وكانوا منهم من ملوك الأندلس إلى آخره، كان منهم الفقهاء والعلماء والعباد والزهاد والشعراء إلى آخره، والملوك والفاتحين إلى آخره. فعيب علينا أن نرى يمننا ها تئن وتجوع ويعني تنزف دموعها دما ونحن نراها هكذا. فالشهادة اليوم علينا في هذا المكان المبارك، وهؤلاء الملائكة المئات والآلاف الذين أتوا اليوم ليروا جليل أعمالكم، أن نريهم ما يسعد الله به، وما يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وما تسعد البشرية والإنسانية بهذا العطاء. نحن لن نستجدي إلى اليمن، لأننا نعرف أن مع ناس هم من الكرم والجود والحب والعطاء والمنح ورقة الخلوق، ها، من السخاء والبذل إلى آخره. فنترككم في رعاية الله لتقيموا هذه المساعدة أو العون لأبنائنا وأخواتنا وأخواننا الذين نتحدث عنهم محمد في كلمته، ولن أطيل عليكم. أنا أحبكم في الله، تحبوني ولا لا؟ أنا أحبكم في الله، أنا أحبكم في الله جميعا، نساء ورجالا وشيوخا وشبابا وأطفالا. وإن أردنا أن نبني مستقبل أبنائنا فلا بد أن نستثمر فيهم، ها، ونرفع البلاء عن أبنائنا في كل مكان في العالم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وأخلف الله عليكم ورضي الله عنكم. Mi fate sentire un ulteriore grandissimo applauso a questo grandissimo uomo, a questa grandissima persona, a questa cotua, a questo punto di riferimento. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Wallahu alimu shahid, ushahid ala dhalik. Ya doktor, Wallahu shahid ala dhalik, barakallahu fik.